الصحة تعلن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 384 وخروجهم من مستشفى العزل. وزارة البترول تخفض أسعار البنزين 25 قرشا وتثبت سعر السولار. الداخلية تواصل تفعيل كلنا واحد حتى نهاية الأسبوع الأول من رمضان. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم. وأشار البيان أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معماليا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 17 حالة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس هو 1794 حالة، من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحا أن 30% منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات. أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتي بدأ العمل بها ابتداء من اليوم السبت. وأوضحت اللجنة في بيانها أنه تقرر تعديل سعر البنزين 95 ليصبح 8.50 جنيه للتر، وتعديل سعر البنزين 92 ليصبح 7.50 جنيه للتر، أما بنزين 80 فأصبح 6.25 جنيه للتر. كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه لكل طن، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية. يأتي ذلك لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا. واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة 12 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. المزيد في سياق التقرير التالي. تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 12 مطلع الشهر الجاري، وتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 30% مقارنة بمثيلتها بالأسواق وبجودة عالية، من خلال 776 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية. وليتمكن المواطنون من الوصول إلى تلك الأفرع تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت. كل حاجة متراكبة يعني، والأسعار مخفضة، الحاجات اللي أنا خدتها على احتياجات البيت، ما باخدش حاجات أزيد من المطلوب يعني. أنا شايف ما شاء الله يعني عروض كتير جدا، خصوصا على السلع الاستراتيجية، المكرونات والزيت والسكر والرز والحاجات الأساسية، ودي مبادرة طيبة طبعا مع حلول شهر رمضان من سيادة الرئيس. جميع البضاعة كلها موجودة، من لحوم، من أكبان، من رز، من سكر، وأسعار متناسبة جدا جدا جدا. وفرة في المعروض من السلع في الأفرع المشاركة في المبادرة، وبما يلبي كافة احتياجات المواطنين، كما تحرص السلاسل المشاركة على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تكفل سلامة المترددين عليها والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهمها التعقيم المتواصل وعدم التزاحم، وهو أمر أشاد به المواطنون. احنا مهتمين جدا بأن احنا ننفذ جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة بشكل فعال على مدار اليوم، والإجراءات دي بتشمل جميع العاملين في السلسلة وجميع العملاء اللي بيدخلوا فروعنا. في جوانتيات بره بتتوزع، كله داخل بالكمامة، كل الناس عندها وعي وبتحافظ على المسافات بينها جوه المحل. الجودة أو الامتياز مفيش بعد كده. ثانيا فرق السعر
ده مخلي الناس يعني لازم تشكر القائمين على المشروع. طبعا اسعار مناسبه جدا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها اليومين دول. الاجراءات الوقائيه على اعلى مستوى، وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادره. واصلت وزارة الداخلية تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف. المزيد في سياق التقرير التالي. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التصدي الحاسم والفوري لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية والتعديات على أملاك الدولة والبناء العشوائي، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية وتنسيقا مع الجهات المعنية بتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء العشوائي والبناء بدون ترخيص، من خلال حملات شنتها مديريات الأمن لتأمين عمل الجهات المعنية بإزالة تلك التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ترسيخا لهيبة الدولة واستعادة حقوقها وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة والإزالة الفورية لأي التعديات في مهدها. تتهاون مباني المخالفة أمام لوادر إنفاذ القانون، ما يؤكد أن الدولة ورغم انشغالها بمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا عازمة على التصدي بكل قوة لأي محاولات تهدف استغلال تلك الظروف للتعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية، ولن يسمح بعودة تلك التعديات والعشوائيات مرة أخرى، وسوف تواصل وزارة الداخلية أداء دورها في تأمين تلك الإزالات وتنفيذ القانون على الجميع بكل حسم.